يقول هذا السائل مقيم بالقصيم، رجل حصل له بتر في رجليه الاثنتين من الساقين، فعند الوضوء كيف يتوضأ في ذلك مأجورين؟ يوضأ الأعضاء الباقية، الوجه واليدين، ويمسح رأسه، وأما الرجلان وقد بترا من الساقين فليس عليه غسل شيء من الساقين، لأن الساق ليس محل للغسل إلا إذا كان الرجل مقطوعة من مفصل الكعب، إذا كانت الرجل مقطوعة من مفصل الكعب فإنه يغسل الباقي من الكعب، وأما إذا قطعت من الساق فما فوق فإنه يسقط عنه غسل الرجلين لفوات المحل. نعم.